في إطار الحملة القومية لمكافحة وباء كورونا، نحن منظمة سودان أولا بالتعاون مع المنظمة الكندية الموحدة ومنظمة محمد الخيرية، قابلنا الدكتور صديق تاور نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، واستجابة لنداء الوطن وطلب وزارة الصحة بنقص كمامات N95، تم تقديم دعم ب10,000 كمامة، ودي الدفعة الثانية في إطار دعم احتياجات العاجلة لمجابهة جائحة كورونا، فاستعدادات لدعم آخر إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة باستيفاء بعض الاحتياجات من ملابس واقية ونظارات اللي هي بتخدم الخط الدفاعي الأول للجيش الأبيض اللي هم الكوادر الطبية وكل القطاعات العاملة مع هذه الكوادر لتوعية ووقاية المجتمع من هذا الداء، وإن شاء الله الدفعات القادمة سيكون توزع لأقاليم السودان المختلفة كل هذه مساعدة أو مساهمة أو جزء من مساهمة منظمات المجتمع المدني اللي هي بتكمل الدور بتاع الدولة.